أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل تخطئ بحساباتها بعدوانها على لبنان وسوريا والعراق، مؤكداً أن إشعال النيران في المنطقة لن يكون لصالح أحد. وجدد روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ماكرون رغبة بلاده في الحفاظ على الاتفاق النووي، مهددا بمواصلة تخفيض التزامات بلاده ضمن الصفقة ما لم تلتزم باقي الأطراف بها، مشددا على أن وقف كل أشكال العقوبات على إيران سيشكل أرضية لأي مفاوضات مقبلة. من جهته طالب الرئيس الفرنسي من روحاني ضرورة ضبط النفس في لبنان والامتناع عن أي عمل يؤدي لزعزعة الاستقرار في لحظات التوتر هذه، كما أكد ضرورة التزام إيران بتعهداتها النووية واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة.